دونك احنا كي شفنا سالنا التونسيين لقينا انه 42% من التونسيين وقت سالناهم قلنا لهم انا والحزب اللي ما ما ما, 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 ما تعطيش صوتك، لقينا انه 42.6% من التونسيين ما يصوتوش للنهضه، يعرفوا اللي ما يصوتوش للنهضه. نداء تونس 14.8، جبهه شعبيه 10.5. المهم انا نحب نقول بخلاصه باسم الموضوع هذا وياسر مهم معناتها بالنسبه لي انا، هو كونه فقط 37% من التوانسه عرفوا يقولوا لنا حزب يعطيوا صواتهم، و75% من التوانسه عرفوا يقولوا انا هو الحزب اللي ما يصوتولوش، معناتها فما ضعف عدد التوانسه اللي يعرفوا لشكون ما يصوتوش بالنسبه للاحزاب اللي يعرفوا يصوتوا لها. وهذا مهم جدا انه لو بروسيسوس نتاع لاكت دو دالي فوتي يبدا بالليليميناسيون، تو اليمين تقول هذا ما صوتلوش ومن بعد تشوف في اللي اللي بقى شكون تصوت له. هكاك يصير، وهذا راهو مش غريب، راهو صاير في البلدان الغربيه او اللي عندها ديمقراطية عريقه. لازم زاد انه المواطن التونسي يتدرب على هذا، خاطر نجموا وسمعنا حتى لوم جاي مش كان ليك انت احسن سيغما كونساي، حتى لكل شركات صب الاراء يقولوا يعني التوانسه مش مستنسين بالعمليات هذيا وكيفاش ناخذوا لو بروسيسوس نتاع لي سونداج دوبينيون تبقوم في تونس اليوم مجتمع مازال ماهوش متحضر معناتها للعمليات هذه. إذا 75% من التوانسة يعرفوا لشكون ما يصوتوش، سنديركم فما ديجا أمل أنهم بداوا فما ثقافة سياسية بغراس معناتها البلاتوات هذية والميديا والحياة تاع خاصة المجتمع المدني على الميدان. دونك الحقيقة فما أديبي، أنا شو نقول أنه العرض السياسي تاع الأحزاب مش كافي باش يشفي غليل التونسيين المواطنين ويطمئنهم ومتطلباتهم برامجهم لحياتهم اليومية، الشغل، غلاء المعيشة وكذلك.